المفروض بعد أقل من 35 ساعة نكون بإيفنت تسليم الجوائز عندكم بالجزائر، ولكن للأسف لحد هاي اللحظة ما معنا التأشيرة، فبالأسف ما رح نقدر نكون حاضرين معكم بهاي الإيفنت. والله لو تسألوا كل الناس اللي حوالي كانت هاي أكثر سفرة متحمس لها، بس سبحان الله قدر الله وما شاء فعل. إن شاء الله هاي المرة ما حتكون آخر مرة نحاول نجي على الجزائر، راح نحاول أكثر من مرة ولو ألف مرة لنجي نزور البلد الجميل ونتعرف عليكم أكثر ونحكي مع بعض وننبسط ونشوف البلد الحلو كله صراحة جد. وبس والله بس هالمرة سامحونا، والله خارج عن إرادتنا، وبس والله.